اليوم هذه المسيرة إلى إرادة السجون، إلى وحدة السجون، وانتصرت هذه الوحدة وهذه القوة على هذا السجان. والدليل على ذلك أن قبل وصول هذه المسيرة قمعوا المسيرة بشكل وحشي كبير جدا بالغاز السام الضار المباشر علينا وعلى الصحفيين وعلى سيارات الإسعاف، ولكن كل ذلك لن يرهبنا ولن ينيل من عزيمتنا لحظة واحدة. نحن مستمرين في فعالياتنا، مستمرين في نشاطاتنا حتى زوال هذه البؤرة وحتى رحيل هؤلاء الجنود الحاقدين على شعبنا الفلسطيني. ونحن من هنا نبرك التحية إلى أسرانا بانتصارهم وإرادتهم ووحدتهم الميدانية على إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.